حضرتك متقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية وفي جزء عن الخلع، عايزين بس نستوضح الموضوع ده. الخلع ببساطة شديدة أو التصور اللي أنا حاطه في التعديل بتاعي عن الخلع، إن الخلع نرجع تاني للطلاق للضرر، هنسميه خلع للضرر. إن الزوج تغيب أكثر من عامين بدون علم، او حبس اكثر من عامين، او تلبس بخيانه الزوجه، او ضرب مبرح، او مفيش انجاب، او العجز الجنسي. ده كله التصور بتاعي للتعديل بتاع الخلع، على اعتبار ان احنا قانون الخلع احنا تقريبا في 4 سنوات كان نسبه الطلاق في مصر تتعدى 83% خلع. فعشان كده احنا اسألنا الاستخدام، احنا كده هنطلع جيل مشوه، جيل هيطلع للشوارع مشوه فكريا، مشوه نفسيا، كده احنا بنضر بالدولة المصرية. انا هدفي ان احنا ما نضرش الدولة المصرية، اللي هي قصة الزواج ما هياش قصة، مش قصة عاطفية بين رجل وامرأة، لا، ده قصة تكوين مجتمع. احنا مش عايزين نفرغ للمجتمع جيل مشوه فكريا او مشوه نفسيا. عشان كده احنا بنقنن عملية الخلع في الأسباب اللي أنا سردتها في سياق حديثي. في حاجات تانية أنا عاملها تعديلات، زي التعديل بتاع دور الأب. دور الأب في الحضانة رقم 16، المفترض دور الأب في حالة الطلاق ووجود الزوجة يبقى رقم 4 بعد أم الأم وأم الأب. استطلعت رأي مجلس القوم لحقوق الإنسان والأزهر؟ احنا الحقيقة قعدنا عملنا مؤتمرات وعملنا ندوات، وكان فيها مشاركة اجتماعية من الناس المؤرقة من هذا القانون، سيدات، جدات، آباء لأزواج. ده كله كان يعني أنا جت ناس كثيرة جدا بتشتكي ان هم مش عارفين يشوفوا احفادهم، عشان خاطر الام بتتعنت، عشان خاطر ان هي اتطلقت بالسنين. الكلام ده كله احنا بنحاول نقننه، بنحاول نحط ادوار معينة، بنحاول نوائم القانون بالاحداث الجارية. عشان كده انا عملت التعديل.